هلا بدنا اكيد إن نروح على فقرتنا الصحيه مثل ما قلنا، وتحديدا التغذيه. رح نحكي فيها عن عده عوارض يمكن عم تصيب اغلبيه العالم، انه عم بيعانوا من العطش او عم بيحسوا بهبوط جسدي او يمكن عم يكسبوا كثير من الوزن لو انه بشهر رمضان الكريم. يعني هي الامور إذا كانت الإجابة بنعم، يمكن ما دخل الطقس ويمكن قدوم شهر رمضان بفصل الصيف، لكن ممكن يكون السبب هي أخطاء شائعة عم نرتكبها بحق أنفسنا أو عادات غذائية غير صحيحة. لنعرف أكثر عن هالموضوع راح نستقبل أخصائية التغذية لما بنورة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباحك هلا هلا. يسعد صباحك ضيفتنا الدائمة أخصائية التغذية لما. وكنا عم نحكي ببداية الفقرة وتحت الهواء كثير من الأخطاء الشائعة خلال شهر رمضان المبارك يمكن بنرتكبها بس عن دون قصد، خصوصا بالتغذية. خلينا نبلش من هي الأخطاء الشائعة. تمام، هو سؤال كثير حلو لأنه نحن فعلا بنقع بأخطاء. هلا كنا عم نحكي زينب من الأخطاء الشائعة أنه نحن ميالين أكثر بهذا الشهر الفضيل ينعاد على كل السوريين يا رب، أنه بناكل كثير أكل دسم ومقالي منكتر منه. الأكل الدسم والمقالي بتعمل حرقة وحموضة بالمعدة، غير أنه هي بتعلي الكوليسترول وبتعمل ارتفاع بالشحوم الثلاثية، بالإضافة لزيادة بالوزن لأنه كل جرام دهون بيعادل 9 سعرات حرارية، يعني هو الأكثر. كمان من الأخطاء الشائعة أنه نحن ميالين كتير لحتى ندوق كل حلويات الرمضانية وكل المشروبات اللي هي بتكون محلات وكل المعجنات. هدول الأكلات كل المونة بتطلع من الفريزة بهم شهر رمضان، كل المونة بتطلع من الفريزة بتموني السنة كلياتها بتخلصيها شهر واحد. تماماً. هدول الأكلات هن أول شيء بيعطشوا، نحن كتير هي النقطة بننتبه عليها. ثاني شيء بيجوعوا لأنه هي بدها تتحلل لسكريات، سكريات يعني هرمون الأنسولين بده يحطها للسكريات بقلب الخلايا لحتى الخلية تعمل منها طاقة، فرح نرجع نجوع بسرعة. يعني نحن بس ناكل حلو منلاحظ على حالنا أو معجنات أو منشرب العصائر بعد شوي دغري منجوع، ما منشبع. فهو يفضل أنه يعني ناخدها باعتدال، ما ناخد الحلويات والمعجنات والعصائر الرمضانية بالساعات الأولى من الإفطار ولا عند السحور، يعني ما بينهما. أكيد يعني ما رح نحرم حالنا، وأنا أول عندي ما رح أحرم حالي أبدا. كمان من الأخطاء الشائعة أنه نحن بنتناول الأكل بسرعة، تناولنا للأكل بسرعة لأنه واحد يعني طبيعي واحد جوعان ساعات طويلة من الصيام، وخصوصا بالصيف النهار طويل. يعني قلتي بالمقدمة زينب أنه هي لا أحلى لو كان بالشتاء النهار قصير وما بحس الواحد بهذا العطش. بناكل بسرعة، بيصير عندنا عسر هضم، بيصير عندنا تلبك معوي، بالإضافة أنه بنصير ناكل كمية أكبر. الأفضل هو أنه ناكل نضغ الطعام على مهلنا، ناكل نستمتع بهالصفرة الطيبة، لأنه هي ست البيت اللي قاعدة كل النهار بالمطبخ وهي كمان صايمة، يعني مو بس الرجال والأولاد، هي كمان صايمة وعم تشتغل بالأكل وريحة الأكل بمناخيرها. طب بس هيك تقديراً أنه خلينا ناخد وقتنا ونستمتع بهالأكل ونقلها شكراً لست البيت اللي هي تعبت، بالإضافة منكون صدقيني عم ناكل كمان كمية أقل وما بيصير عندنا هالتخمة وهالعسر الهضم. كمان نحن ميالين بهذا الشهر نشرب مي باردة. هلأ يعني بلش الشو بيقرب، نشرب كمية مي باردة. المي الباردة بتعمل تقلصات بالمعدة، وخصوصا أول شيء يعني نحن من بعد ساعات صيام طويلة بناخد كاسة لكاستين مي وباردة، بتعمل تقلصات بالمعدة، بتعمل تضيق بالأوعية الدموية تبع المعدة، فبالتالي بيصير نقص تروية بالمعدة. هذا الشيء بيعمل التهابات، التهابات بالمعدة يعني بطلنا قادرين نحن ناكل صح. ما لازم نشرب سوائل أكثر من كاستين، يعني أكثر من نص لتر، وخصوصا عند المسنين لأنه بيكونوا هن عم بيعملوا ضغط على الكلاوي، بدها تصرف هالكلاوي هالكمية الماء السوائل الفائضة بوقت قصير، فبيصير نقص صوديوم كاذب، بالإضافة أنه هذا الشيء بيضايقهم. يعني يفضل أنه نحن نوزع كمية المي صح. هلأ آخر شيء رح نحكي عنه. كمان كتير في اعتقادات خاطئة عند العالم انه هنن بيشربوا مي كتير عند السحور، شو بيفكروا انه انا رح احمي حالي من خزن تماما، عم خزن. لا، الجسم ما رح يخزن، الجسم رح يتخلص من رح يتخلص من الفائض الجسم.
فشو بيصير؟ بيصير انه نحن تخلصنا من الفائض، بالعكس رح نشعر بعطش بسرعه. فضروري نحن نكون كثير معتدلين ومتوازنين بشرب المي، وخصوصا عند السحور. بالقسم الثاني رح احكي شو لازم ناخذ عند السحور. نور، هيدا الفقره لإلك رح تكون خص ضروري تماما. رح احكي اكثر كمان عند السحور شو يعني نكتر اكثر من الخضروات ونبعد عن الفواكه. كمان نحن ميالين انه الاكل يكون مالح، خصوصا يعني هلا ما راح اقول اذا الاكل كان جاهز او شيء لانه ما في مطاعم مسكره، بس انه ننتبه من ناحيه الملح. الملح بنعرف انه بيرفع الضغط لمرضى القلب والضغط والمرضى السوائل. تماما المرضى اللي عندهم قصور كلوي او شيء من هدول الامراض بيعمل لهم، بيزيد من ارتفاع الضغط. غير انه الاكل المالح بيعطش. ضروري نحن ننتبه على كمية الملح. يعني هلأ كلنا منحب الملح يكون ظاهر بالأكل، لأنه فعلا ما بتبين طعمة الأكلة غير بملحة، سبحان الله. والحلو ما بيبين غير بالسكر تبعه، هنين هدول الاثنين البيض اللي المفروض نخفف. أنا يعني حدا واقعين ما نكتر، نخفف منهم، يكون معتدلين. مرضى اللي بيعانوا من الضغط او القصور الكلوي او الامراض القلبيه، اصلا كلنا يعني التوصيات بتقول للانسان الطبيعي ملعقه صغيره مسح ملح باليوم، شرط يكون الاكل معد بدون ملح. للامراض اللي عندهم قصور كلوي او ارتفاع بالضغط او امراض قلبيه، من نص ملعقه لملعقه ملح الطعام عم بحكي. لما هلا كثير من الناس بيسالونا انه دائما بتحكوا عن نظام غذائي ونصائح غذائيه، بس نحن على الافطار مثلا شربنا مي، بتقولوا لنا بلشوا شوربه سلطه بعدين طبق رئيسي. في ناس ما لها قدره تاكل كل هالمراحل هي. تمام، رح بس احكي عن السؤال بما انه هيك هو هذا رح احكي بالنص الثاني، لانه كثير ضروري نحن ناكل كل هدول اللي عديتيهم زينب، ولكن اذا اكلتهم بكميات معتدله فيني اكلهم. كثير في ناس كمان اعتقاد خاطئ عندهم انه بيشربوا مشروبات غازيه، بيبسي وكولا وهالقصص، شو بيقولوا لك؟ بيقولوا لك انه بيهضموا. هن بالعكس تماما، هن بيصبطوا عمل انزيمات الهاضمه، يعني بيعملوا غازات، بيعملوا عسر هضم، بيعملوا نفخه. في ناس بيرجعوا وبيعطشوا والسكر تبعه، غير انه السعرات الحراريه كثير عاليه، بعد شوي رح نرجع نجوع فبناكل اكثر. بيرجع بيقولوا لك ناس انه طيب نحن بناخذ دايت بيبسي او زيرو، انه على اساس السعرات الحراريه اقل عم بيحموا حالهم، وعلى اساس انه السكر فيه اصطناعي. صح، السكر فيه اصطناعي 100%، ما انه سكر طبيعي لحتى يزيد بسعرات الحراريه، ولكن انا مجرد ما دقت اجى على لساني الطعم الحلو، الدماغ بتعطي ارشادات كاذبه للانسولين لحتى ينفرز. فبالتالي نفس المشكلة بنرجع بنقع فيها، انه زيادة بالعطش وزيادة بالجوع، يعني رجعنا اكلنا اكثر. البديل الصحيح والمفيد هو المي، يعني نحن وقت العطش نشرب مي. الرياضة كمان ضروري نحن اللي بيمارسوا الرياضة يضلوا عم بيمارسوا الرياضة، وانا من مشجعين الرياضة، بس قبل الافطار بساعة او بعد الافطار بلا يقل عن ساعتين. ممنوع ممارسة الرياضة بعد الافطار مباشرة ولا عند السحور مباشرة. ولمرضى السكري ضروري ينتبهوا مشان ما يعني اذا هن بدهم يمارسوا قبل الافطار ما يصير عندهم هبوط بالسكر. رياضة المشي من اهم الرياضات واللي اسهلها واللي هي لكل الاعمار منيحة وبكل الاوقات منيحة. بس انا يعني انا مع مشجعين رياضة المشي، ولكن كمان مع مشجعين اي نوع من انواع الرياضة. نحن بعد وجبة دسمة من ميالين انه نشرب كاسة شاي، كثير منحب، وهي من العادات الخاطئة جدا جدا جدا. ليش؟ لانه الشاي رح يمنع امتصاص الحديد اللي نحن اكلناها هلا بالوجبة. ناخذ الشاي او القهوة بس بعد ساعتين. الشاي والقهوة عند السحور ممنوعين، لأنه هن من مدرات البول، بالتالي رح نخسر سوائل ورح يعطشونا بسرعة، وهذا الشيء اللي نحن كتير منجرب نتفادى. من أطيب المشروبات الرمضانية العرقسوس. تمام؟ نور ما بتحب العرقسوس. العرقسوس من المشروبات المنعشة واللي بتفتح الشهية، ولكن بدنا ننتبه اللي عنده ضغط ما لازم ياخذ عرقسوس، لأنه هو بيرفع الضغط. كمان فيه مادة شبيهة بالكورتيزون، فهو بيخلي واحد يعني يشعر بالجوع بسرعة وبيعلي سكر الدم، فمرضى السكري المفروض ينتبهوا من العرقسوس. فيه مادة كمان بتشبه بتعمل احتباس سوائل، لأنه فيه مادة بتشبه الألدوستيرون. فيه كمان بيزيد من أعراض الشبيهة بأعراض الدورة الشهرية، فأنا بنصح السيدات اللي عندهم سرطان بالثدي أو المبيض أو
رحم يبعدوا عن العرقسوس، المرضعات والحوامل يبعدوا عن العرقسوس كمان. من الشغلات كمان اللي نحن بنوقع فيها والخاطئه انه نحن بناكل اطعمه، وهي على طول انا بذكرها، الاطعمه اللي فيها حديد، مصادر حديد ومصادر كالسيوم، مثل الاكلات بلبن من اطيب الاكلات، وعلى طول يمكن كل الشعب السوري صار يعرف انه انا كثير بحبها هاي الاكلات، بس ما بشجع على اكلها بشكل دائم، يعني مره بالشهر مره بالشهرين ماشي الحال. ليش؟ لانه اللحمه هي فيها مادة يعني كتير غنية بالحديد، اللبن كتير غني بالكالسيوم، الحديد والكالسيوم معدنين كتير قوايا، يعني بحاربوا بعضهم بقلب الجسم، انه لا انا بدي الجسم يمتصني، لا انا بدي الجسم يمتصني، بنلاقي حالنا بالاخر يعني الجسم اخذ اقل من 50% من حاجته من هالعنصرين، فيفضل انه هدول ما ناكلهم يعني على طول مع بعض، هن طيبين كثير ومطبخنا السوري كثير شهير فيهم، بس يكونوا برمضان. وخصوصا برمضان تمام، واللبن المطبوخ كثير شيء طيب. كمان التمر الهندي بتكتر، نحن بنشرب كثير تمر هندي، له فوائد كثير، غير انه نحن عم ناخذ مي، فيه مضادات اكسده، فيه فيتامينات، فيه معادن، بيمنع الامساك، فيه شيء مضاد بيشبه يعني مضاد الالتهاب، فهو كثير كثير شيء منيح، ولكن بيركز يعني مثلا اذا انا مريضه سكري عم باخذ انسولين او خافضات سكر، هو بيعزز عمل هدول الخافضات السكر فبيعمل هبوط سكر. اللي بياخذوا اسبرين او ايبيوبروفين، لا الاسبرين معروف انه هو مميع للدم، فهو تمام. بيعزز من هاي الفعاليه فبينخاف يصير نزيف، يعني نزيف بمكان ما بالجسم. نفس الشيء بالنسبه للايبيوبروفين، بخاف واحد يصير فيه مثل عنده مشاكل بالمعده، يعني او تقرحات بالمعده. نحن هدول النصائح اللي كنت حابه اقولهم بالنسبه للاخطاء الشائعه. اذا عندكم اي سؤال انا جاهزه. خلينا نحكي عن الفطور الصحيح والسحور الصحيح غذائيا سريعا. تماما سريعا، نحن ضروري ناخذ 8 كاسات مي، هي وسطيا كل واحد، هلا في كذا معادله كل واحد حسب وزنه حسب عمره حسب ذكر او انثى، بس وسطيا 8 كاسات مي. اكيد كلنا بنكون عطشانين، كاسه المي يعني بنبقى ناطرين لحتى ناخذها ونشرب نطفي هذا العطش، ما تكون بارده، هي اول نصيحه وقلتها. ليش ما ناخذ اكثر من كاسه لكاستين، بعدين نوزع البقايا، وكمان على السحور كاسه لكاستين، ضل عندنا حوالي 4 ل6 نوزعهم ما بين الافطار والسحور. قلنا انه بدنا نبلش الافطار بصحن هلا، لانه بلش صار شوب، يعني صحن الشوربه ما نو كثير مقبول، ونبلش بالخضره، صحن سلطه بيكون صغير. يعني معك حق زينب انه في كثير اكلات على الطاوله بتشهي، انا بدي اكل منهم كلهم ومعدتي ما انا قادره استوعبهم، والا رح يصير عندي تخمه وعسر هضم، فخليني بلش بصحن خضره، معدتي بتكون بحاجه لاكل، بتكون صايمه، فهي رح تمتص الفيتامينات والمعادن ومضادات الاكسده اللي موجوده بهالصحن الخضره اللي هو كثير غني، بالاضافه للالياف والمي. مشان هيك على السحور كنت عم اقول لك نور، السحور ضروري يكون خفيف، ما ناخذ الاكلات اللي بتعطش، ناخذ مثلا سلطه لبن بخيار، يعني هي الاكثر شيء بيساعدني. اول شيء ليش خيار؟ لانه فيه نسبه مي عاليه وفيه الياف، فهو طول لي مده العطش وطول لي مده الجوع. واللبن نحن ضروري ما ننسى انه نمرق 3 كاسات ما بين حليب او لبن خلال فتره من الافطار. بين الافطار والسحور فينا نمرق سناكين، بهالسناكين ناكل فيهم الفواكه او قطعه الحلو. ممنوع ناكل الفواكه مباشره بعد الافطار، ناكلهم بسناكات، وحده سناك فواكه مع كاسه حليب او لبن، السناك الثانيه قطعه حلو مع كاسه حليب او لبن، وعلى السحور حكما كاسه لبن مع خضار، غير الشغلات الخفيفه اللي فينا نمرقها. لما دائما بيمرق الوقت معك بسرعه، بس المهم انه خلصنا من الاخطاء الشائعه، ان شاء الله بالحلقات القادمه بنحكي اكثر عن مواضيع بتهم كل اللي عم بيتابعونا. شكرا لوجودك معنا. شكرا لك. اخصائيه التغذيه لما بنوره اكيد نتشكرك على وجودك معنا، شكرا كثير لك.